البداية يا كابتن عبد الحليم، هل هتروح تضغط ضغط عالي وتفقد جزء كبير منك بدنيا، ولا هتستنى شوية تعمل توازن دفاعي وتستغل المساحات من ورا سواء حسين السيد او كريم العراقي؟ هو المشكلة عندك النادي المصري النهارده عشان تبطل يمتلك شكل هجومي قوي ومميزين الجميع بوصول للجون واحراز الاهداف يا كابتن صبري، انت عشان تبطل الكلام ده كله هتعمل ضغط امامي يا اما تستناه في نص ملعبك وضغط منظم بريس قوي. التوجيه قصدك يعني؟ التوجيه طبعا، فانت عندك دي وعندك دي. هل انت المعدل البدني يساعدك ان تعمل ضغط عالي؟ لو عندك انا من وجهه نظري اشتغل عليه، يعني ابتدي بيه، لان ده هيخلص لك ويفسد لك هجمات النادي المصري. مش هتستنى يصدر لك المشاكل في نص ملعبه. عندك انت نادي الزمالك عنده الامكانيات البدنيه الجيده، شفناها الماتش اللي فات لغايه الدقيقه 90 وهو بيكمل واقف على حيله ومخلص جيم قوي. فبالتالي لو انت عندك القدره يا ريت من بدري تضغط، وخصوصا انت الضغط هتصدر مشاكل لخط الدفاع النادي المصري اللي من وجهه نظري هو مش عايز اقول اقل الخطوط في النادي المصري، انما لو عملت عليه ضغط هتزعجه، لو عملت هتخليه يغلط، وبالتالي من بدري تخلص الهجمه وتبتدي انت هجمتك وتبقى انت على طول ليدنج على النادي المصري. لا، المباراه هي انا بقول لك اللعيبه اللي في الفرقتين على مستوى عالي، هنا هتقابل شكل هجومه قوي، والناحيه الثانيه الزمالك برضه عنده نفس الشكل. فهي حته التوازن، اذا كنت هتلعب ضغط امامي او في نص ملعبك، المهم ان انت في لحظه الضغط هنا وهنا تبقى انت منظم، والتوجيه مهم جدا النهارده.